شكرا معالي الرئيس. اعتقد ان هذه الاتفاقيه بتكون لها مردود ايجابي، لان يعني جاءت الاتفاقيه بعد بعض التحفظات على بعض المواد وهم 3 مواد. انا اتامل من المقرر ان يوضح لنا ما هي الدواعي او الاسباب اللي دعت مملكه البحرين للتحفظ على هذه المواد. شكرا الرئيسة. يعني انا حقيقه ما ادري الجواب اخونا ابو فاطمه، يعني كان ما فسر الماء بعد الجهد بالماء. صحيح نعرف انه اكيد فيها ده، بس شنو بالضبط الماء الهدف من او الماده بالضبط التحفظ عليها، وما هو اوجه التحفظ بس فقط لانها لا؟ فخليه يوضح لنا. يعني انا اعتقد تفسير لم يوفي يعني حق السؤال. لا. شكرا.